نحن هنا في غابة الأسطل. هذا جزء من الغابة ديال الأسطل، مجاور لكلية عبد الملك السعدي اللي موجودة في مدينة العرائش. ملي كنلاحظوا الخضرة بدات كتمشي، للأسف ما كرهناش من جديد يجيو يبداو يسقيو هاد الأماكن هذه بعد رفع الحجر الصحي النسبي، ترجع الدنيا خضراء. وحنا نحاولوا نحترموا هاد المناطق هذه ما أمكن باش تبقى ديما خضراء. نمشيو على الطريق المعد للمشي هو هذا بافي، نخليو الأرض خضراء يانعة. وكما قلت كنتمناو واحد اهتمام بهذه الغابة، هذه الغابة ديال الأسطل، وهذه النائحة هذه الناحية بالضبط اللي هي قريبة من مرجان وقريبة من المؤسسة الجامعة اللي كاينة في مدينة العرائش اللي خارجة على المدينة تقريبا 6 كيلومتر 5 كيلومتر. مزيدا من الاهتمام بهذه الأماكن، الله يجزيكم بخير، ومزيدا من الوعي من طرف الساكنة، من طرف الناس اللي كيجيو لهذا المكان هذا، مزيدا من النظافة. فعلى بعد 5 كيلومتر تقريبا من مركز مدينة العرائش كيتواجد هذا الفضاء الطبيعي الجميل. كان نشوفوا الآن أن مجموعة ديال الساكنة كتجي باش كترتاح هنا، تاكل وتشرب وتشوف الدنيا بعيدا عن الجو المنزلي، بعيدا عن الجو ديال المدينة. رحمنا الله سبحانه وتعالى بهذا الفضاء الجميل، ولكن كما قلت لكم خصو واحد الاهتمام، خص القمامات. هذه القمامات أكل عليها الدهر والشريب، خصنا قمامات تكون في المستوى، والناس كذلك يكونوا في المستوى ديال هذا الفضاء الجميل اللي نعم علينا الله سبحانه وتعالى به. نحن في مدينة العرائش، المدينة الزرقاء، المدينة اللي كتعرف فضاءات جميلة، من بينها هذا الفضاء هذا والفضاء ديال غابة الأسطل كذلك، فضاء الجميل. غابة بغيت نقول غابة ديال لايبيكا، فضاء الجميل. غير أن الغابة لايبيكا كتعرف واحد الإجرام في حقها، حيث بدا الأشجار بدات كطالهم يد الإجرام، حيث تم قطع مجموعة كبيرة من الأشجار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما أن الفضاء في لايبيكا فضاء ولا كارثي، ما بقاش فضاء نقي، اللي عنده شي قمامة كيلوحها تما، اللي عنده شي سكومبرو كما كنقولوا كيلوحو تما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه طريق الرباط، من هنا واحد 2 كيلومتر كنلقاو لوطوروت اللي كتدي على اليسار لطنجة، وعلى اليمين للرباط الدار البيضاء إلى آخره. تحياتي من فضاء خارجي ديال مؤسسة عبد الملك السعدي، كلية عبد الملك السعدي. تحية حارة للجميع من هنا، من هذا المكان الجميل. وهذا الرصيف الطويل اللي كيوصل حتى شعبان، ما شاء الله الساكنة ديال العرائش فرحت بالتدشين ديال هذا الرصيف، لا على اليمين ولا على اليسار، صالح للرياضة، صالح للمشي، صالح للحركة. مجموعة ديال ولاد البلاد كيجيو حتى لهنا ما شاء الله في الصباح الباكر وفي المساء كذلك، باش كيتحركوا ويتريضوا يقتلوا داك الرطوبة اللي كاينة في المدينة. هاد الساعة هادي ماشي ساعة الرياضة من الأفضل، ولكن اللي كتقرب المغرب كيعرف هذا المسار هذا مجموعة من الناس اللي كتجي تتحرك وتنشط، دير بعض الحركات الرياضية حتى
تبعد على المناخ وعلى الجو ديال المدينة اللي هو جو رطب لاقتراب مدينة العرائش من البحر، و 35 متر هي المسافة ما بين البحر وما بين علو اليابسة في مدينة العرائش، 35 متر. تحياتي احترامي للجميع، مرحبا بكم في هذا الفضاء الجميل، وتحية لكل العرائشيين بالمهجر، وتحية للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، ومن أجمل ما فيها أنها بنيت وسط الغابة، وسط الفضاء الغابوي الجميل، غابة الأسطل. تحية لكل الطلبة اللي كيقراو في هذه الكلية، الله يوفقهم، الله ينجحهم، الله ييسر عليهم كل معسر. وتحية كذلك، للتلاميذ ديال الباك اللي عندهم امتحانات، الله تعالى يوفقهم، الله تعالى يسهل عليهم، الله تعالى يكون معهم، الله تعالى يكون جنبهم، ييسر عليهم ما تعسر. دعاؤنا ودعاؤكم لهم بالتوفيق والنجاح، وكل عام والأمة بخير، كل عام وأبناؤنا بخير وعلى خير. لا يخصنا سوى أن نراهم مجتهدين موفقين، حفظكم الله ورعاكم جميعا. أحمد إسيلغاش.